الله الله بالعطي يا عبيدي الله الله خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معودة عالعز والحجاب خلها بجفن. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين. فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. البدار البداية يا رآل نزاري البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري لا تذوقوا المعين واقضوا ضمايا بعد ظامي قضى بحد غراري لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا يا إن في الشمس مهجة المختايا يا غاري أيها سيداه أيها حسيناه السلام على المرمل بالدماء لا تمدوا يا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار لا تشقوا لآل فهر قبورا يا فابن طه ملقا بلا إقبايا يا ري طأطئ الرؤوس إن رأس حسين وسيداه وحسينا طأطئ الرؤوس إن رأس حسين رفعته فوق القنا الخطايا يا ري هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوايا يا ري تقل حيدر حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا والله سبايا ونتستر بدينا وزين العباد مقيدين يبكي ويتلفت بعينه يقول ابو حسين
وين يا ابويا انت رحت واحنا المولينا، يا انت متت واحنا يا انولينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. آمنا بالله. من زيارة لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. أشهد أن دمك سكن في الخلد. لماذا دم الإمام الحسين عليه السلام يسكن في الخلد؟ الخلد يعني على المعنى الظاهر هي الجنة، لأن دم المعصوم عليهم السلام طاهر مطهر. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، حتى الوعاء الذي يحمل المعصوم عليه السلام بما يستطيع أن يحمله وعلى حسب قابليته، هذا يجب أن يكون طاهر مطهر. وتقلبك في الساجدين، سواء الوعاء نقول الأمهات أو الآباء، فهم عين الطهارة سلام الله عليهم. وأنا أتعجب من هذا يعني النقاش اللي لا فائدة فيه لبعضهم، وهو يحتمل أو يشكك، واستغفر الله ناقل الكفر ليس بكافر، أن يشكك في طهارة محمد وآل محمد. طبعا كلامنا في الطهارة المادية، لأن المعنوية لا شك في ذلك، لا إشكال في ذلك ولا خلاف، ولكن في طهارتهم المادية، واللي يذكرون أشهر ذلك طهارة دمائهم سلام الله عليهم. أنا ذكرت تفصيل ذلك في كتيب وطبع، طبعناه في مؤسستنا مؤسسة الأوحد للطباعة والنشر في النجف الأشرف. أي واحد يحب إن شاء الله يصل إلى النجف يحصل هذه المطبوعات، عندنا مطبوعات للشيخ الأوحد على الله مقامه كالرجعة والإجازات وغيرها، وعندنا أيضا كتب متفرقة، منها ألفت كتيبا وإن شاء الله يصير كتاب في الطهارة المادية والمعنوية لمحمد وآل محمد. وذكرت الأدلة من الآيات والأحاديث الشريفة حتى من طرق بقية المسلمين، يعني من بقية المسلمين من عمد مذاهب المسلمين من يذهب إلى ذلك، الشافعي يذهب إلى طهارتهم المادية والمعنوية، يعني حتى لا يقول أن هذا فقط مختص بالشيعة، لا حتى غير الشيعة. ذكرت ذلك تفصيلا في هذا الكتاب، لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظوا إخواني، في اللغة العربية وفي البلاغة كل مفردة من هذه المفردات هي ربما وحدها تكفي في الإشارة إلى طهارتهم المادية والمعنوية سلام الله عليه. إنما، شوف لماذا قال إنما، لماذا قال يريد مو أراد،
زين، وإنما يريد، لماذا جاء بلفظ الجلالة لم يقل الإله أو يقل الرب أو لم يقل الرحمن؟ كل مفردة، إنما يريد الله ليذهب اللام ويذهب فعل يذهب عنكم وليس منكم، لماذا عنكم وليس منكم؟ شوف هاي، أو إليكم، هاي كلها في من درس اللغة العربية والبلاغة وغيرها من علوم اللغة يجد أن كل مفردة هي تكفي في الإشارة إلى طهارتهم سلام الله عليهم 100%، زين، بدون لا بشرط ولا زيادة ولا نقيص ولا أي شيء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، مو رجسا ولا رجس. لماذا الألف واللام؟ شوف هاي الألف واللام في قوله تعالى الرجس، يقول العلماء هي كافية في نفي كل أنواع الرجس المادية والمعنوية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لماذا قال أهل البيت أيضا؟ ويطهركم، شوف المؤكدات، شوف المؤكدات والمؤسسات والتأكيدات وكل أنواع التأكيد واللغة والبلاغة اجتمعت في هذه الآية الكريمة، وختمها بالمفعول المطلق تطهيرا. شنو تطهيرا؟ يعني لا حدود لذلك التطهير، مثل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أي مددا مفعول مطلق، والمفعول المطلق لا حد له، لا حد له، يعني لا يحدد بمئة بألف بمليون بتريليون، هذا علماء اللغة وروح اسألهم. زين، إذا واحد خالف من ذلك تعال عتبنا. فمددا لا حدود له، تطهيرا لا حدود له، حتى لا يتوهم متوهم سين أو صاد أو عين أو لام، زين، ويدعي العلم والفهم. وهي من أبسط مرتكزات دراسة اللغة العربية ودراسة الحوزات العلمية عندنا. إذا لم يضبط اللغة والبلاغة والصرف فهذا لا أبدا ما يعد، ولو كانت أعمام تمنى ذاك الصوب مهما يكون. زين، لابد أن يكون يعرف قواعد اللغة وقواعد البلاغة، بل هي من أبسط الآلات والأدوات للدراسة العلمية الحوزوية. زين، فإذا لا داعي لهذا النقاش، النقاش ساقط في هذه المسألة. ولذلك جاء في هذه الزيارات طهر طاهر مطهر. شوف، طهر مصدر، طاهر اسم فاعل، مطهر اسم مفعول، من طهر. الإخوان الدارسين لغة عربية سمحوا لي يعرف ليش جاب المصدر، جاب اسم الفاعل، ليش جاب اسم المفعول، يعني ما يخلي للإنسان حجة في أن يوجد شكا ما ثم يأتي يناقش ذلك الشك. يريد يقول له أنت سليقتك مو سليمة، أنت دراستك مو صحيحة، أنت أكو خلل في نيتك، روح صلحها هاي النية. زين، لأنك خالفت أبسط القواعد اللغوية. لو أردت أن أجمع لكم الآيات والأحاديث والزيارات وغيرها التي تحوم وتؤكد وتذكر هذه المفردات بهذه الأساليب المختلفة لاحتجنا إلى أيام وليالي. منها هذه الفقرة من الزيارة، وأشهد أن أو أشهد أن دمك سكن في الخلد. لماذا دم الحسين عليه السلام يسكن في الخلد؟ ها؟ الحقيقة مو دمه تشرف بالجنة، الجنة تشرفت بدم الحسين عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. لعله مشتبه يتصور أنه هذا مدح لدم الحسين عليه السلام، أرجو أن تلتفتوا لهذه النكتة. لعلنا أنهم نذكر أشهد أن دمك سكن في الخلد، هاي كرامة للإمام الحسين عليه السلام، لأن دمه شنو؟
سكن في الخد، لا بالعكس، بل هذه كرامة للجنة أنها احتوت دم الحسين عليه السلام. لاحظوا إخواني، فلا بأس بتأكيد هذه المسألة. زين، فهي ليست كرامة للإمام عليه السلام، وإنما كرامة للجنة. التفتوا يا إخواني، تشرفت الجنة بأن دم الحسين الطاهر المطهر الذي هو شفاء لكل شيء وهو عين الطهارة، زين، سكن في الخلد، وهذا تتشرف به الخلود التي هي على الظاهر الجنة، وإلا على الحقيقة إلها فد معاني ليس الآن مجال ذكره. وقشعرت أظلة العرش، في زيارة أخرى أشهد لقد قشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. شوف هذا أم شيء مشابه آخر. زين، عدة زيارات نجد هكذا فقرات، وعدة روايات نجد هكذا فقرات. زين، وبكته السماء أو السماوات والأرضون، الروايات الكثيرة، وسكان الجنان والبر والبحر وما يرى وما لا يرى من خلق ربنا، بل في بعضها أهل النار في النار، حتى بكى أهل النار شنو في النار، حتى أهل النار في النار بكوا على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا إن شاء الله نذكره غدا، وأستشهد بفقرات رائعة في شرح الزيارة الجامعة في الجزء الرابع، وقصيدة للشيخ الأوحد قدس سره، وتأويل وشرح وتفسير غريب عجيب، أن ما من شيء في الوجود من جماد، نبات، حيوان، إنس، رياح، تجارات، قفار، زين، إلا وبكى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام بطرقه الخاصة، بتلك الطرق الخاصة. وسوف أذكر لك قبل أن أبين معنى اقشعرت والأظلة، لأن هم لازم نمر شنو اقشعرت أظلة العرش مع أظلة الخلائق. لما نعرف معناها راح نعرف معنى اللغوي للقشعريرة وللأظلة، سوف نعرف معنى ذلك إن شاء الله. لكن قبل هذا أحاول أن أسلط الضوء على مسألة. المسألة ما هي؟ المسألة قضية الحزن على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أولا إخواني، عندنا حزن، عندنا جزع، وعندنا هلع. هذه أمور ثلاثة تشكيكية تختلف نسبة، هي دلالة على الشعور بالحزن، لكن أكو فرق بينهما. نعم، الجزع غير الحزن، حزن ولكن برتبة أعلى وبطرق أخرى. الحزن له طرق، الجزع له نسبة أعظم ولها طرق. التفتوا إلى البحث العلمي الدقيق، أرجو أن تنتبه لكل كلمة، حتى لأن كل شيء يعتمد على شيء سابق له. فعندنا حزن وجزع وهلع، هي كلها واحد من باب شنو إظهار الحزن على أبي عبد الله الحسين، لكن بمن سلام الله عليه، لكن بمن تختلف؟ تختلف بالضعف والشدة، يعني النسبة، وتختلف بالطرق. زين، لأن للحزن طرق، للجزع طرق، وللهلع شنو طرق. التفتوا، هذا بحث علمي وبحث حتى اجتماعي، يعني الآن علماء الاجتماع، علماء الإنسان يبحثون هذه الأمور، وأي طريقة من أي نوع، من الحزن أم من الجزع من الهلع. أحاول في هذه الليالي الثلاثة أن أذكر فقط مختصرا طرق الحزن عند المخلوقات، طرق الحزن على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الجزع والهلع ما عندنا وقت، يعني ما يكفي في مناسبات أخرى إن شاء الله، إذا صار بهذه الليالي إن شاء الله أذكر، ولكن أريد أذكر لك فقط طرق الحزن. زين، كيف ترجمت المخلوقات
حزنها على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا بحثنا المختصر الآن في هاي الدقائق 20-30 دقيقة نذكر هذا. قبل هذا، كيف ترجم الله عز وجل حزنه على أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ زين، كل شيء حزن على حتى الباري، حتى الله عز وجل، مخلوقات وخالق، لكن الله عز وجل لا يحزن كحزننا ولا يأسف كأسفنا كما في الحديث، ولا يغضب كغضبنا. هو يغضب، وإذا قلت يحزن مو من أسماء الحزين، ولكن الحزن هنا بمعنى الغضب. يغضب على ما جرى على أبي عبد الله الحسين؟ لو ما يغضب، للمؤمن العادي هو يغضب. من آذى لي وليا، يعني مؤمنا، إنسان مؤمن متقي، مهما كان شأنه، شكله، لونه، زين، غناه، فقره، من آذى لي وليا، في بعض الروايات ولو بشطر كلمة، فقد بارزني بالمحاربة، فقد أغضبني. هاي الروايات الكثيرة في هذا المعنى، في التحذير من أذية المؤمن العادي، فكيف بإمام المؤمنين أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وبتلك الطريقة اللي يعبر عنها عبد الله بن سلام أو كعب الأحمر أحدهما، ملحمة الإسلام، يعبر عنها ملحمة الإسلام. زين، تلك الداهية العظمى، المصيبة التي ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام. أنا أنقل لك فتكلمة لابن الجوزي، واللي يريدها موجودة، وأنا ذكرتها في تحقيق كتابي مقتل الإمام الحسين عليه السلام لابن نمى الحلي، اللي أيضا يأتي إلى النجف. هذا الكتاب أيضا هدية طبعوه بعض المؤمنين من العراق ومن الكويت، وموجود هدية، أي واحد يريده يتصل بي موجود. ذكرت من كتب المسلمين ما قالوه في مصيبة الحسين عليه السلام. موضع الشاهد ابن الجوزي عند كلمة، شو يقول؟ يقول: إن الإنسان إذا غضب احمر وجهه. الإنسان من يغضب كيف يترجم غضبه؟ كيف يظهر غضبه؟ أو كيف يظهر حزنه؟ يبدو ذلك عليما على وجهه، واحدة من العلامات، هذا نوع مصداق من مصاديق الحزن أو الغضب، هو هذا، يحمر وجهه، ملامح وجهه تتغير. ثم ماذا قال؟ قال: إن الله عز وجل ليس بجسم. الله سبحانه وتعالى مو جسم، إذن كيف يترجم غضبه؟ ها؟ يقول: يترجم غضبه بتغير السماوات والأرض، بكسوف الشمس، بحمرة السماء. يقول هذا التغير هو غضب الله عز وجل، مو غضب. فالله ليس بجسم، لكن تظهر آثار غضبه على شنو؟ على مخلوقاته، على صنعه. زين، فإذا هذه الحمرة التي نراها في السماء، التغير الذي حصل للوجود، هو بسبب ماذا؟ هو بسبب غضب الله سبحانه وتعالى على مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام. زين، بعد ذلك فلنأتي إلى المخلوقات التي حزنت على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. زين، كل شيء قلنا حزن على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أن الجمادات حزنت، النباتات حزنت، الحيوانات حزنت، الجن حزنت، الملائكة، الإنس، وأعظمها بعد الله سبحانه وتعالى، حتى غير المخلوقات، الخالق حزن على مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كيف ترجمت هذه المخلوقات حزنها؟ عرفنا كيف ترجم الله عز وجل غضبه. خلينا نجي المخلوقات، كيف أظهرت مصاديق الحزن اللي قلنا ترجمت حزنها ترجمة. أما الجمادات فكلكم تسمعون وتقرؤون وتعرفون، وكلكم رواد مجالس الله يحفظكم. زين،
أن بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم عبيد. أرجو تخلي بين قوسين دم، ليش دم؟ هاي دم علامة الحزن مو؟ حجارة وتبكي دم، تبكي دم، هذا بكاء لو مو بكاء؟ روايات تقول ما من حجر رفع، ما من حجر إلا وبكى على الحسين عليه السلام دما. أخواني ترى ما أصرح بكل شيء، وأنا أكتفي يعني بأذهانكم وأذهانكم نيرة، ويقول المثل الحرتك فيه الإشارة، لأن إحنا في زمان مو خوفنا من المخالفين، وإنما خوفنا من أرحامنا وأصدقائنا وأهلنا. ورحم الله الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. قبل كنا نحتار شلون نرد المخالفين المعاندين للشعائر والمستهزئين بالشعائر، لا، المصيبة الآن من عندك بيك بعد الدار، شايفها؟ أتخطر في رواية لأمير المؤمنين عليه السلام خطب بالكوفة زين بمواليه وأصحابه وشيعته، مو كلهم مضبوطين، قال لهم: إن لم تكفون الناس كفوني أنفسكم. زين لسه ما تكفوني معاوية وكذا، وهاي أنتوا امشوا عدل، إحنا صرنا في هذا الزمان هيك مولانا، ها، عافوا المخالفين وكلبوا بالمؤمنين، هذا بدعة وهذا سخرية وهذا استهزاء وهذا تحطيم لأهداف ثورة الحسين عليه السلام، ولا يفعل هذا إلا الغوغاء وإلا الوثنيين وإلا البعيدين. على كيفك يا عمي، على كيفك، مهلا يا عمي، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، لو كانت عورة، لو كان خطأ، فكلك عورات وللناس ألسنوا. ثانيا: إذا رأيت خلة يعني نقص عند أخيك فاسترها، مو تطلع باليوتيوب وبالتلفزيون ومدري شنو تحت حجة أمر بمعروف ونهي عن المنكر. عم ترى نعرف الأمر بالمعروف، نعرف شروطه والنهي عن المنكر، ونعرف شروطه هواي، دير بالك من الغيبة، من النميمة، من البهتان، من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، من فضح المؤمن، من توهين المذهب، هذني يعني ما درسناهن أبدا. زين، وتجاوز آراء 99% من علماء الشيعة مع احترامنا للرأي الآخر، يا أخي رأيك أن هذا بدعة، ما أقلدك أني، وأنت حج على نفسك وعلى من شنو يقلدك. زين، فللأسف إي والله يعني ما أن يأتي محرم الحرام إلا وارتاح أعداء أهل البيت، ارتاحوا. ليش؟ لأن هناك من هو في الوسط الشيعي، من أخذ المهمة منهم، وهذا الأشد. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. أنا ما أريد أسمي الأسماء حقيقة بمسمياتها، زين، لأن ذولا أخواننا ومؤمنين وشيعة، والله يهديهم ويغفر لهم، لا شك أنه حرصهم على الدين، نحن نؤمن أن حرصهم على الدين يدعوهم لهذا، ظاهرهم، باطنهم ما أدري شنو به، هذا ظاهرهم والله يغفر لهم. أما يجي يهدد ويوعد ويسب ويشتم، إحنا نقول له كما قال هابيل لأخيه قابيل: لئن مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. زين، ما أريد أناقش هاي القضية بأكثر من هذا، لأن قلت لك الحرتك فيه الإشارة. فأنا أسأل، أتساءل، من حقي أسأل، تعالوا يا ناس، يا مسلمون يا غير مسلمين، حجارة تبكي، واحد تبكي، تبكي زين دما على الحسين عليه السلام، تبكي يعني تشعر وتحس. اللي يقول الحجارة ما تشعر وما تحس، هذا ما يشعر ولا يحس. ثم قست قلوبكم، بني إسرائيل، قسم من بني إسرائيل تلك الأمة وهاي الأمة أيضا، ها، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو بمعنى بل هنا، يعني بل أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني يشعر
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تعال أيها الباحث عن الحقيقة، تعال أيها المدافع عن الشريعة، تعال أيها المدافع عن أهداف ثورة الحسين عليه السلام، قل لي شنو معنى حجارة تبكي ودما؟ والله وضح لي هاي، ها؟ ليش تبكي دما؟ لماذا تضر بنفسها؟ لعله يقول لا تشعر، وهاي الكارثة، لعله يقول لا تشعر، زين؟ بل هي تشعر وتضر بنفسها حزنا على أبي عبد الله الحسين. مو زينب عليها السلام خطبت بهم بالكوفة؟ أو عجبتم أن أمطرت السماء دما؟ ها؟ يعني السماء كادت تنطبق على الأرض لما الله أمسكها بقدرته، ماذا؟ بكت على الحسين دما، مطرت دما، يعني بكت على أبي عبد الله الحسين دما. فهل بكيتم دمعا على الحسين سلام الله عليه؟ هاي ترى بيها تعريض يسموه، هذا تعريض، اللي السماء تبكي دم، أنتم اللي تدعون محبة الحسين عليه السلام وتدافعون عن أهداف ثورة الحسين عليه السلام، هل بكيتم دمعا على الحسين؟ بس لو تحاكي بعضهم يقول لك الحزن بالقلب مو بالعين، قل له حكي يفيدك هذا، الحزن بالقلب وبالعين، الحزن بالظاهر وبالباطن، زين؟ وهاي الفلسفة راح نجيها إن شاء الله عند بعض المتفلسفين اللي ما يريد يحزن بالظاهر، يقول لك والله الحزن بالقلب، لا، مو دائما الحزن فقط بالقلب، الحزن المؤمن الحقيقي يحزن بقلبه وبظاهره. إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم إيمانهم شيئا، وإن قوما آمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر، أو بالعكس بالظاهر والباطن، فلم ينفعهم إيمانهم شيئا، ولا إيمان ظاهر إلا بباطن. زين، تطابق، المؤمن الكامل عليه أن يتطابق عنده الظاهر مع الباطن، إلا في حالات خاصة طبعا ربما يستثنى الظاهر. عموما، فالحجارة بكت دما، الشمس كسفت، الأرض زلزلت، هاي كلها تراجم للحزن، هاي مصاديق لحزن هذه الجمادات. الشيخ حسين ابن الشيخ عبد الصمد الحارثي العاملي من أجلاء علماء الشيعة، هذا أبو الشيخ البهائي، الشيخ العالم الجليل، الشيخ البهائي المعروف، هذا يقول: وجدت في مسجد الكوفة أو في الكوفة على اختلاف النسخ فص عقيق أحمر، هذا اللي يستحب ماذا لبسه، يستحب في الصلاة وفي غير الصلاة، من صفات المؤمن التختم باليمين، وخصوصا أن يكون الفص من عقيق أحمر يماني. يقول: وجدت في هذا الفص الأحمر في داخله مكتوب بيتين من الشعر، بيتان من الشعر مكتوبات في داخل الفص، إخواني مو من برا، يعني مو من يعني مو من صنع بشري، من صنع إلهي. إيش مكتوب عليه؟ أنا در من السماء نثروني، يوم تزويج والد الصبطين كنت أصفى من اللجين بياضا، اللجين الفضة، كنت أصفى من اللجين بياضا، صبغتني دماء نحر الحسين. أيوا حسينا، أيوا سيدا، هذا العقيق كان أبيض، هذا كان أبيض، لهذه الداهية الكبرى صار أحمر. زين، صبغتني دماء نحر الحسين. الله أكبر، وين إحنا؟ وين إحنا من هذه المعاني الجليلة؟ أين المتدبرون؟ أين الناظرون للآفاق؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أين التفكر؟ أين التدبر؟ أين المعتبر من هذه الدروس العظيمة؟ مصيبة أي والله، إذا عرفنا أن أربع حكايات ونص قمنا نصيح: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ فوالله لم نعرف من العلم ولا قطرة، من نحن حتى نعرف؟ وكذلك النباتات، وكلكم تعلمون وترون الآن ما شاء الله هالوسائل اللطيفة، الكاميرات والإنترنت قام ينقل، وخصوصا يوم عاشوراء. ليش يوم عاشوراء؟ أشجار تنبعث دما،
أشجار تبكي دما على أبي عبد الله الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، أمر مشهور ومعروف. الحيوانات كذلك، ها؟ الحيوانات، دخل رجل داود الرقي أو غيره يقول دخلت على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجدت عنده حمام الراعبي، هذا الراعبي هم أغلبه يصير أحمر قان وأكو أصفر يميل إلى الحمرة، وهو يقرقر، هذا الصوت صوت الحمام الراعبي يسموه شنو؟ قرقرة. زين، فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام أتعلم لماذا هذا يقرقر؟ هذا الطير ليش يقرقر؟ قلت وكيف أعلم يا ابن رسول الله؟ أنتم تعلمون منطق الطير، تعلمون منطق الجمادات، تعلمون كل شيء، نحن ماذا نعلم؟ إحنا على أي حال. قال هذا يبكي وهذا يدعو على قتلة الحسين عليه السلام، اتخذوه في بيوتكم. يستحب اتخاذ شنو؟ الطير الراعبي في البيت يطرد الشياطين ويدعو على قتلة الحسين عليه السلام. زين، من يعلم منطق الطير؟ هم يعلمون سلام الله عليه. زين، في رواية، وأنا أذكر لك مختصرات وأعتذر من الإطالة والوقت ضيق جدا، في رواية يذكرها عبد الله أظنه بن فرقد أو كذا، يقول سافرت مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى غزوة صفين، فسبقنا أبو أيوب الأعور السلمي إلى الشريعة إلى الماء. هذا كان الأعور السلمي من أشد الناس نصبا وبغضا لأمير المؤمنين عليه السلام. يقول فبعث أمير المؤمنين سلام الله عليه فوارس مجموعة من الجيش فصدهم أبو أيوب، هذا صدهم أرجعهم منهزمين. فقال له ولده الحسين عليه السلام، قال أبتاه تأذن لي؟ تأذن لي أنا أروح؟ قال اذهب. وبعث معه فوارس، وإذا كشف أبا أيوب عن الشريعة. فيقول جاءوا أخبروا أمير المؤمنين عليه السلام، فبكى أمير المؤمنين سلام الله عليه. قلت سيدي ما يبكيك؟ هذا أول نصر للحسين عليه السلام. قال نعم، لقد تذكرت كيف يقتل عطشانا غريبا بطف كربلاء، فينفر جواده ويأتي إلى المخيم وهو يحمحم ويصيح الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها. الظليمة الظليمة، هذا الجواد. هاي الحادثة ترى مولانا، هاي الحادثة شوفها أمير المؤمنين عليه السلام أخبر بذلك قبل الإمام الباقر عليه السلام، قبل الإمام الباقر أخبر أن جواد وفرس الحسين عليه السلام يرجع ويصيح الظليمة الظليمة وهو يبكي. ها، الرواية تقول وهو يبكي، أنا أسمعت بعض الخطباء ما قريت هيك رواية، يبكي دما، يبكي دما على أبي عبد الله الحسين عليه السلام وهو يصيح الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم، أشهد لقد سكن دمك في الخلد، ها، واقشعرت له أظلة العرش. تدري شنو يعني اقشعرت؟ اقشعرت يعني فزعت، يعني تغيرت. تعرف شنو الأظلة؟ الأظلة يعني المجردات، مو هاي الجسميات، وإنما المجردات. والحديث يطول إن شاء الله، أعدكم بأنه في الليالي القادمة أفصل معنى الأظلة أكثر من هذا. أظلة العرش مجرداتها عالم المثال فيها، ها، اقشعر فزع وتغير واهتز لتلك المصيبة، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام. ها، يقول البيروني والله لقد صنعوا بالحسين ما لم يصنع بشرار الخلق، في مثل هذه الليلة تقف السبايا عند باب دمشق، ها، عند أبواب الشام، 3 أيام تركوهم بعد تلك الرحلة الأليمة
من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، والرؤوس والسبايا تسير. الله يرحم الشيخ عبد الحسين الشكر النجفي صاحب القصيدة التي قرأتها عليكم: البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفار، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار. هاي القصيدة كان يقراها أمام العلماء خصوصا السادة، في كل سنة عند قصيدة عصماء، هاي السنة قرأ هاي القصيدة، إلى أن وصل إلى قوله: طأطأ الروس إن رأس حسين رفعته فوق القنا الخطاري. قام لواحد من السادة المعممين قال له: يا شيخ عبد الحسين، لماذا نطأطئ رؤوسنا؟ ها؟ وإنما رفعت رؤوسنا عندما رفع رأس الحسين. قال له: يا سيد، اسمع بقية القصيدة: وسوف تطأطئ رأسك، فلما قال: هتكت عن نسائكم كل خدر، هتك يا يات عن نسائكم كل خدر، اي هذه زينب على الأكواء، يا 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 يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: فوق أنه كان فوق أقتاب الإبل بلا غطاء ولا وطاء، يقول: كان هناك حبل من عنقي إلى عنق عمتي زينب وأخواتي، إذا أبطأنا بالسير شتمونا وضربونا. تقل إن صحيت، إن صحت بويا يشتموني، وإن صحت خويا يضربوني، ومن الضرب ورمن متوني، يا ومن الضرب ورمي يا يا نمتوني. وخلال المسير كانت تنظر إلى رأس أبي عبد الله الحسين، والرأس لم يفارق النظر إليها، ودموعه تجري على خده. كم من منظر أليم مر عليها مع رأس أبي عبد الله الحسين. واحد من المناظر يوم دخلوا إلى الكوفة، يقول الراوي: رأس الإمام كان يلعن حامله، يقول: لعنة الله عليك، ماذا يصنع هذا اللعين؟ يأخذ صوتا ويضرب وجه الحسين. تقل له: يا خويا وحق راسك ونور عيني، يا أنا طول الدهر ما يفتى، يا روينيني، أنا شلون أنساك وانت نور عيني. بعد مأساة أخرى وأذكرها أخيرا وأسألك الدعاء، ويعز علي والله أن أذكرها، ولكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. في الغد في الأول من صفار يدخلوهم على يزيد، أول ما يصنع يزيد بن معاوية يأمر برأس الحسين عليه السلام، يوضع في طشت، يتناول قضيبا من خيزران ويضرب ثنايا الحسين: أيوا حسينا، والله وشايا فهضمنا ما جرع لحيت، وشافا يا وبربينا العدو جرحي، وشافا يا على راس الصبط العيب، وشافا يا عصا يزيد ويسب حامي، اي 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 الحمي، اي يا رأس مويف ترس الضياغم في الوغى، كيف ثنايا تفريستي الأوغادي، ما إن بقيت من الهوان على الثرى، ملقا ثلاثا في ربا ووهادي،
إخواني عندنا مرضى أصحاب حوائج يسألوكم يسألون الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفي كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعاء، اشفي مرضاهم، اقضي حوائجهم، احفظ الإسلام والمسلمين، أيد علماءنا العاملين، اجعل بلاد المؤمنين في أمن وأمان. إخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا، إخواني المؤسسون تقبل أعمالهم، وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.